يا شيخ عبد الله، انا بقالي هنا اسبوع على شغل ولا مشغله. وماله؟ لما نعوز منك حاجه هنطلب. نعم، يعني انا هفضل قاعد هنا لغايه لما تشوفوا انتوا عايزين مني ايه؟ ده ما كانش اتفقنا يا شيخ عبد الله. اذا كانت الحكايه كده اخد بعضي وامشي. تمشي تروح على فين يا باشمهندس؟ احنا جايبينك هنا علشان تاخد على المكان الاول وتتعرف على الناس. انا عايزك تحس انك بقيت خلاص واحد مننا. شوف يا باشمهندس، احنا هنا مش بنشتغل مع بعض، لا، احنا هنا عيلة واحدة، جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحب. قال لي كل يا باشمهندس، أنت ما بتصليش معنا ليه؟ عشان بصلي في أوضتي يا شيخ عبد الله. وده كلام كده تضيع على نفسك ثواب الجماعة. ابقى تعالى الليلة دي وصلي معنا العيشة، احنا على فكرة بعد الصلاة. اسمع يا شيخ عبد الله، أنا مش جاي هنا أحفظ قرآن، أنا جاي عشان حاجة معينة، إذا ما كانتش هتحصل أخد بعضي وأتكل على الله. ماشي، تعالى معايا. اتفضل يا باشمهندس. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. يا أولاد، يبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربنا قال له إيه؟ كيف تحيي الموتى. الله يفتح عليكم. إيه؟ وقفت ليه؟ مين الراجل ده؟ دي الشيخ جابر، أميرنا وقائدنا. تعرف الشيخ جابر ده دخل المعتقل زمان زيك وفضل جواه سنين. آه لو تعرف الشيخ جابر شاف فيهم إيه واستحمل قديه عشان الدعوة، هتعرف إن كل اللي حصل لك ده ولا حاجة. بعد ما خرج جي على هنا، لمينا حواليه وادانا شرف اننا نساعده في الجهاد في سبيل الله. يعني هو الكبير اللي هنا؟ هنا ما فيش كبير وصغير، هنا فيه درجات، وكل ما تثبت ولاءك للدعوه بتطلع درجه. تعال اما اوريك جبناك هنا عشان ايه؟ جبل منهن جزءا ثم ادعوهم ياتي. فاهمين الكلام يا ولاد؟ أمين. يبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام. ها، إيه رأيك؟
جبتوا الحاجات دي كلها منين؟ دي جزء من اللي ربنا كرمنا بيه. ها شوف كده ناقصك ايه؟ ناقصني ايه عشان ايه؟ عشان تشوف شغل. ايه مال؟ شغلي اللي هو ايه بالظبط؟ شوف يا باشمهندس، احنا الليله دي هنزور معسكر الامن المركزي اللي في العريش، وقبل ما نروح على هناك عايزينك تجهز لنا هديه حلوه. هديه ايه يا جدع انت؟ قنبله. قنبله؟ حاجه ندخلها المعسكر ونخرج وهي تكون باللازم. ها تقدر تخلصها في قد ايه؟ اتجننتوا ولا ايه؟ انت عايزني اعمل لكم قنبله تروح تفرقع بيها معسكر امن مركزي؟ امال انت فاكر نفسك جاي تعمل ايه؟ نزل ايدك. اللي انت طلبته مني ده انا مستحيل اعمله، فاهم ولا لا؟ انا اسف. انا اسف طبعا يا فندم ان انا طلبت اقابل سعادتك بالشكل ده، بس انا لسه جاي من الوزاره دلوقتي حالا وعرفت كل حاجه خلاص. فندم صدقني انا ما قتلتش صلاح. انا مصدقك، بس بيقولوا ان الرصاصه طلعت من المسدس بتاعك انت. ركز بقى، المسدس بتاعك فين؟ والله ما عارف يا فندم، دورت عليه في كل حته مش لاقيه، وده هيجنني. ما ينفعش يجننك، اللي ينفع انك انت تدور عليه وتلاقيه. انا دايما بسيب المسدس بتاعي في بسيبه في العربيه يا فندم. افتكرت يا فندم. فين؟ افتكرت المسدس بتاعي اتسرق مني فين وامتى بالظبط. انا كنت نازل من عند مرات ايهاب، ومتاكد قبل ما اطلع ان انا شفت المسدس في العربيه. بعد اذن حضرتك انا لازم اتحرك. وسليم يومها مشي فعلا؟ وهو لو كان مشي كنا زماننا قاعدين هنا. لا ما مشيش، واليوم اللي كان ناوي يفارقنا فيه هو اليوم اللي اختار يبقى فيه معانا على طول. ازاي قدرت تقنع سليم يعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ مش انا اللي اقنعت، سليم كان محتاج حد تاني يكلمه ويفهمه احنا بنعمل ايه وليه. السلام عليكم.